عليكم، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا رب. في هذا الفيديو بغيت نشارك معكم طريقه تحضير دي بول دو غلاس، كيجيو رائعين رائعين واقتصاديين. الى اول مره غادي تزوروا القناه ما تنساوش تشاركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد ان شاء الله. ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تخليوا لي لايك ديالكم ولي كومونتير، ويلا نبداو على بركه الله. غادي نحتاجو تقريبا ما يعادل جوج المعالق كبار من نيدو، يعني الحليب المجفف محمر، النوغا اللي سبق ليا وشاركت معكم هرمشتها شويه طحنتها وخليتها قطع هكا كبار. غادي نحتاج الكاس من نيسلي اللي سبق ليا كذلك وشاركت معكم. وفي التزيين اختاريت هذا البسكوي ديال ايو وسيكا وحبيبات ديال الشوكولاته الكحلين والبيضين والكركاع. وغادي نحتاج الكريمه السائله اللي انا بديت كنطلع فيها هنايا تقريبا نصف لتر. غادي نبدا نطلع في الكريمه، كيف كتشوفوا كنبدا بسرعه اقل، كنبقى غادا وكنزيد كنزيد في الوتيره ديال السرعه. انا حتىش بديت كنطلعها قبل ما نبدا نسجل في الفيديو، هذاك الشيء اللي شفتوا انني بديت بسرعه شويه طالعه صافي. وكنستمر على هذه الطريقه حتى الكريمه ديالي كتقبض في راسها، يعني واخا كنقلب الاناء كتبقى يعني ما كطيحش ليا. ولا بد قبل ما نبدا نطلع على الكريمه نكون واضعه هذاك الاناء اللي غادي نضرب فيه في المجمد باش ما تهبطش ليا الكريمه. كيف شفتوا ضفت الحليب المجفف محمر، وغادي نضيف النوغا اللي قلت لكم طحنت باش كتعطينا واحد القرمشه. ونضيف نيسلي. بالنسبه لطريقه تحضير النوغا وطريقه تحضير عفوا نيسلي، غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف. صافي غادي نخلط هاد المكونات مع الكريمه. صافي نستمر على هاد الطريقه كيف قلت لكم، ونتلاقاو من بعد ما توجد لي الكريمه ديالي باش ندوزو الخطوه المواليه اللي هي غادي نقسم الكريمه باش غادي ندير لهم نكهات وغادي نضيف لهم مكونات اخرين. كيف شفتوا قسمت الكريمه ديالي لثلاثه، وحده وضعت فيها الكاكاو وضفت ليهم هاد الحبيبات ديال الشوكولاته. الكميه الثانيه وضعت فيها النكهه ديال الفرامبواز والملون الاحمر، وغادي نوضع فيها النوغا. والكميه الثالثه من الكريمه خليتها بيضه، وغادي نوضع فيها القطع ديال ايو اللي كيكون المذاق ديالو تقريبا بحال اوريو. وغادي ندخلوهم للمجمد، نخليو حتى الكريمه ديالنا تجمد وتقبض في راسها. باش غادي نصوبو دي بول من الكلاص. من بعد
بعد ما خرجت الكلاص ديالي من المجمد تقريبا خليته واحد 6 ديال السوايع، غادي نبدا باش غادي نوضعهم في داك الكؤوس. جبت لافه وضعت فيها القليل من الماء وبديت غادي نصوب الكلاص بهاد الكوير اللي كدير لينا لي بول صافي. غادي نبدا نملا في الكؤوس ديالي. في كل مره نبغي ان نصوب بول كنوضع هذيك الملعقه في الماء باش كتسهل عليا نحطها. بعد ما كملت زينتهم بقطع ديال الشوكولاته وبصوص كراميل اللي سبق ليا كذلك وشاركت معكم. يعني التزيين كيبقى اختياري بالرغبه ديالكم وبداكشي اللي متوفر عندكم في البيت. وبهذا الشكل الفيديو انا كيكون وصل للنهايه ديالو، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه اخرى. وما تنساوش تخليو ليا لي لايك ديالكم ولي كومونتير.